ونروح بقى زي ما بيتقال كده ختامها مسك. كابتن صلاح، كابتن صلاح هو من اكتر الناس اللي دمها خفيف على المنصه. يا كابتن صلاح ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار مزاجك النهارده ايه؟ الحمد لله. طب ده شيء عظيم جدا جدا. ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ في الاول احب اصبح على سيادة الرئيس. انا اللي بصبح عليك يا صلاح، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا اسمي صلاح محمد صلاح، عندي 8 سنين في ثانيه ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعب رياضه بقى معانا صلاح؟ أوه. ولا بتلعب ايه؟ بلعب العاب قوه وبالتايكوندو وسباحه وفي نادي باتشي. ما شاء الله، العاب قوه وتايكوندو الثلاثه. في نادي باتشي. فين؟ في نادي باتشي. طب وفي ميداليات ولا ما بتجيبش ميداليات؟ عندي 11 بس نمت واحد صاحب عشان كان زعلان. عندك 11 بس اديت لواحد صاحبك واحد عشان كان زعلان؟ جبر خواطر يعني. ربنا يكبر بخاطرك. طب ما تديني واحده يا صلاح. ايش ادي لحضرتك؟ طبعا لازم تديني واحده لو سمحت. ادي لحضرتك طبعا. شكرا جزيلا. طيب عايز بقى تسال سياده الرئيس تقول له ايه؟ ايه اكتر ماده كنت بتحبها في المدرسه؟ اكتر ماده كنت بحبها في المدرسه التاريخ. التاريخ بيبقى مليان دروس وبيبقى في موعظات كثيره جدا. لو واخد بالك يا صلاح؟ معايا ولا ايه؟ عايز الله معايا. صلاح بس فخامه الرئيس كان متوتر شويه من قبل الحفله وبيقول لي وانا فعلا هشوف سياده الرئيس النهارده، فقلت له لا طبعا. فقال لي انا متوتر جدا، فهو بيبص لي بيقول لي انا كويس. يعني ده انا اللي متوتر يا صلاح. فالماده اللي كنت بحبها قوي كانت التاريخ. طب ليه التاريخ بعد كده؟ وبقى كل القراءة اللي بقراها دايما بقرا في اقرا في التاريخ يعني. فده بيبقى عبارة عن اكنك عشت زمنين، زمن اللي انت عايش فيه وزمن اخر انت ما كنتش موجود فيه بيتكتب لك، حتى لو كان فيه اخطاء، حتى لو كان فيه مش كامل يعني. فهو كانت مادة التاريخ. عايز تقول حاجة تانية يا استاذ صلاح؟ انا نفسي اطلع تيتا عمر. تطلع ايه؟ اطلع تيتا عمر. نفسه يطلع تيتا عمر. تيتا عمر. حاضر يا صلاح، حاضر. ايه كمان؟ شكرا لحضرتك. طب هو بيقول لي انك انت دمك خفيف وكده، طب بس عشان اعمل حاجه عشان تيتا يعني. انا مطلعها بس عشان جده سامي كان عاوز يطلعها قبل ما ربنا يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. حاضر حاضر. انا مش بتكلم في ال، انا بتكلم بقى عشان الموهبه دي، ما احنا الموهبه دي لو موجوده جامده هنطلعك بقى في التلفزيون تعمل حاجات تضحك الناس وتفرحها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بكده تكون فقره حوار مع لا رئيس. خليني بس اطلع اتصور بقى معاهم زي ما وعدتهم. طيب ده شرف، ده شرف عظيم، ده شرف عظيم. تالي يا سيادة الرئيس اهو هيطلع علشان يتصور معاكي. حياة جديدة بروح جديدة كلنا واحد اكيد، واحد قلبي واحد احنا اقوى وايد في ايد، من النهارده ما فيش لوحدك هو ده شعارنا الجديد. انا قادر على تحدي، انا قادر كل ما ايد بتشدني، انا قادر على الحياه، انا قادر على صفحه بيضه بتبني، انا قادر